أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج عن زيارة الكيانات المصرية في الخارج للقليوبية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي يتم تنفيذها بقرى المحافظة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج. وأضافت وزارة الهجرة أنه سيتم تنظيم عدد من الزيارات يجريها ممثلو الكيانات المصرية في الخارج للاطلاع على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وإشراك المصريين في الخارج في مبادرة حياة كريمة. لدعم مبادرة حياة كريمة ونقل صورة واقعية لما يشهده الريف المصري من تطوير، تفقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عددا من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى النوى والأحراز التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية. المؤتمر بيتكلم عن مساندة ودعم حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة. مهم جدا أن ممثلي الكيانات يشهدوا بعينهم وبتليفوناتهم اللي طلبت منهم ان هم يسجلوا كل المجهود اللي الدوله والقياده السياسيه الحقيقه قايمه عليه عشان نوفر المستوى اللائق لاهالينا البسطاء في قرى الريف المصري. جاءت الزياره بحضور محافظ القليوبيه لمشروعات المياه والصرف الصحي والوحده البيطريه ومركز الشباب وعدد من مدارس القرى. تطوير الريف المصري ده مشروع فعلا قومي، مشروع استراتيجي فعلا، لأن بنخدم كل بنوصل للفرد فعلا في القرى والعزب والنجوع عشان نلبلهم كل الخدمات بتاعتهم. الزيارة تأتي على هامش انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بهدف اطلاع وفد المصريين في الخارج على آخر ما تم إنجازه حتى الآن في مسيرة التنمية. رامي محمد، التلفزيون المصري.